هذا وقال سعادة المهندس كمال بن أحمد محمد وزير المواصلات والاتصالات، قال إن الملتقى يوضح الإنجازات والتحديات والاستراتيجيات. طبعا هذا الملتقى الحمد لله عادة جدا ممتازة لحكومة مملكة البحرين، اجتمع فيها جميع المسؤولين في المملكة بوجود سيدي صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء وسيدي صاحب السمو الملكي ولي العهد، يجتمعون بالوزراء بالوكلاء بالوكلاء والمساعدين والمدراء للتعرف على اتجاهات الدولة حق المرحلة القادمة، مناقشة عن برنامج عمل الحكومة للأربع سنوات القادمة، الإنجازات اللي صارت المرحلة اللي راحت وأيضا التحديات اللي راح تواجهنا خلال المرحلة القادمة وشون نقدر نقلب هذه التحديات إلى فرص. أعتقد وجود المدراء مع بعض مع الوكلاء يعني يجعل الوضع مريح انهم يتناقشون في مختلف الاستراتيجيات البوليسيز، اذا كان في اختلافات ممكن هنا اليوم توضح، واعتقد هذه عاده جدا حميده تسنها مملكه البحرين حكومه مملكه البحرين سنويا.